مساء الخير أعزائي المشاهدين، في لقاء جديد ومحاورة جديدة من الشعب إلى الشعب. حوارنا النهاردة هيكون الظروف اللي احنا بنعيشها في الموجة الثانية من فيروس كورونا. إن شاء الله هنحاور أحد أطباء مصر بإذن الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في تاني حلقات برنامج من الشعب للشعب. أكيد وحشتونا جدا من الأسبوع اللي عدى، ونتمنى أن بأمر الله حلقاتنا تعجب حضراتكم. أعزائي المشاهدين، زي ما الدستور قال، الشعب مصدر السلطات، وطالما هو مصدر السلطات يبقى من حقه أنه يعرف، وطالما من حقه أنه يعرف يبقى من حقه أنه يقترح، لكن في إطار القانون، لأنه من الشعب للشعب. إحنا شفنا طبعا وشايفين وبنلمس الدنيا كلها بتتكلم عن الهجمة الشرسة لكورونا. الدولة خدت إجراءات في المرحلة الأولى أو الهجمة الأولى، الموجة الأولى لفيروس كورونا. لما بدأت الإجراءات تهدى شوية اتفاجئنا بموجة جديدة بتحصل، وشفنا اللي بيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا اللي بيحصل في روسيا وفي الدول الأوروبية، وبدأوا ياخدوا الإجراءات الاحترازية للموجة الثانية. احنا الحمد لله رب العالمين، الحكومة المصرية في الموجة الأولانية خدت الإجراءات اللازمة والإجراءات الاحترازية، وكان المجتمعات المدنية بتشارك المسؤولين وبتشارك الشعب. هل ده مطلوب للموجة الثانية؟ ده اللي هنعرفه في خلال المحاورة القادمة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية. أنا حابة بس أوجه سؤال لحضراتكم وليا أنا شخصيا، إحنا ليه بقينا بنتعامل مع كورونا باسترخاء؟ ليه بقينا بنتفه شوية من الأمر رغم أنها يعني قضية مهمة جدا جدا وحاجة تخصنا جميعا؟ يا جماعة، أنا شايفة من وجهة نظري المتواضعة أن كورونا حرب، حرب مش هتفرق طفل، مسن، سيدة. ربنا يا رب يحمينا جميعا ويحمي المسلمين ويحمي العالم أجمعين يا رب. أعزائي المشاهدين، الوقاية خير من العلاج. اسمحوا لي النهاردة أن احنا نستقبل ضيوفنا وشخصيات ليها مكانتها الطبية لمقاومة فيروس الكورونا. معانا دكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، ومعانا دكتورة شيرين سامي الجيار، استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفى جامعة القاهرة، عملت في إدارة المستشفيات ومدير إدارة الطوارئ والأشعة التشخيصية بمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد لمدة 5 سنوات حتى تحويلها لمستشفى العزل. اسمحوا لي نرحب بيهم ونستضيفهم في البرنامج. زي كل مرة اتفقنا ان احنا في البرنامج بتاعنا الضيف اللي معانا والبرنامج بيقدم كلمة حب في نهاية الحلقة. المرة دي البرنامج بيبدأ بكلمة حب، كلمة حب للجيش الأبيض. والجيش الأبيض ليس زي الأبيض، ولكنه الجيش الأبيض النقي من جواه. الجيش الأبيض أطباء وتمريض وفنيين الصحة بالكامل في جمهورية مصر العربية. شفناهم قد إيه ضحوا بنفسهم، ما كانوش بيروحوا، قاعدين. المسؤولين لمسوا الكلام ده والشعب لمس الكلام ده. تحية تقدير وحب لكل من لكل من يلبس ويرتدي الزي الأبيض خلال الفترة الماضية. الفترة الماضية أظهرت حبهم لشعبهم، أظهرت إن هم بيعملوا من الشعب وللشعب. تحية لكل طبيب في مصر، تحية لكل من استشهد من الجيش الأبيض. الحقيقه سياده اللي هو مصطفى قالت يعني كل اللي انا كان نفسي اقوله. الحقيقه فعلا فعلا تحيه وتقدير للجيش الابيض، تحيه وتقدير للشعب المصري، تحيه وتقدير لكل اللي بيحاول يساعد من الناس المخلصه. يا رب دايما يكون في تكاتف بيننا وفي تماسك. واسمحوا لي تاني ان انا بامر الله برضو يعني ارحب بضيوفي لانهم داخل الاستوديو. دكتورة شيرين سامي الجيار، استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة، عملت في إدارة المستشفيات ومدير إدارة الطوارئ تاني بغلط فيها والأشعة التشخيصية بمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد لمدة 5 سنوات حتى تحويلها لمستشفى عزل. أهلا يا دكتور بحضرتك. أهلا. اسمحي لي قبل ما أقدم الدكتور ماهر، وأحد ضحايا
ما احنا لسه عايزين نتكلم في الموضوع ده. واحد ضحايا كورونا. الحمد لله. اسمحوا لي ارحب قبل ما اقول الطبيب بالصديق الغالي الدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات امبابة واستشاري البطنة والحميات واحد ضحايا فيروس كورونا نتيجة مقاومة فيروس كورونا للمرضى. اهلا بيكم، منورين من الشعب الى الشعب. دكتور ماهر، احنا كنا على تواصل باستمرار خلال المرحلة او الموجة الاولى لفيروس كورونا، وكنت بستشير حضرتك وانا في موقع تنفيذي. هل الاجراءات اللي كانت بتتم في المرحلة الاولى بصرف النظر عن الاجراءات الصحية المتبعة كاطباء، انا كنت باخد رأيك في اللي بنرشه اللي بنعمله، هل الاجراءات دي في بداية حوارنا بس كانت مفيدة ويعني رجع بنتيجة على الشعب؟ طبعا سؤال جميل ومقدمة طبعا نشكرك عليها سعادتك، لكن بالنسبة للإجراءات اللي تمت في بداية الجائحة كانت إجراءات ناجحة جدا، والنتيجة اللي احنا فيها دلوقتي. بمعنى ايه؟ العالم كله شاف عدد الوفيات وعدد الإصابات الموجودة في الدول الأوروبية والدول العربية أيضا، لكن الحمد لله في مصر رغم كانت الجائحة في بدايتها كانت قاسية جدا علينا والإصابة كانت برضو موجودة، لكن الحمد لله بفضل طاقم الطب بتاع وزاره الصحه كان ممتاز جدا، والتوجيهات والمتابعه اليوميه 24 ساعه، ده بجد بدون مبالغه 24 ساعه ما كانش هيبقى حالنا دلوقتي، لان الجائحه كانت في بدايه الامر كانت بادئه في شهر 2، كانت طبعا قاسيه جدا جدا جدا، وكانت الخبره في مواجهه فيروس كورونا في الاول ما كانتش معلومة المعالم بصورة واضحة للأطباء والطاقم الطبي، لكن سرعة البديهة والتكنيك اللي تم به مكافحة فيروس كورونا كان هايل جدا جدا من الطاقم وتنفيذه في المستشفيات وخاصة مستشفيات حميات امبابة. طبعا راح الضحايا ما قلناش لا، لكن بداية الفيروس كانت شديدة قوي نتيجة لعدم الخبرة في مواجهته، وفي نفس الوقت اللي بيظهر بصوره المتعددة، وبعد ما تم معرفته بصورة سريعة جدا تم بنجاح البلان أو الخطة الموجودة لمواجهته بصورة ناجحة جدا. هنقول إزاي؟ جميع مستشفيات مصر وأهمها مستشفى حميات امبابة والمستشفيات التعليمية ما قلناش لأ، لكن مستشفى حميات بال حضرتك أنا جايب حميات وجايب القصر العيني مستشفيات جمعية علشان برضو يعني التعليمية التعليمية من الجمعية يعني طبعا كله يعني القصر العيني برضو عشان بس كده هو في البداية كان طبعا طبعا محدش يقدر يعني يا ريت كنا نقدر لو عندنا الوقت كنا جبنا من أسيوط وجبنا من 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 هنا ومن اسكندرية علشان نبرز ايه اللي كان بيتم. بس احنا نذكر بس عشان الأمانة قوي كانت في البداية خالص مستشفيات حميات امبابة والدكتورة طبعا موافقة على كده، مستشفيات حميات بصفة عامة حميات امبابة والعباسية وجميع المستشفيات كانت في البداية، وطبعا بسرعة توجيهات سيادة الوزيرة بفتح جميع المستشفيات على أساس نقلل اللود على مستشفى حميات امبابة والآخر. يعني اسمح لي أقاطع حضرتك في الجزئية دي، انا هسيب حضرتك تسترسل، بس هو احنا اتفقنا قبل ما نقعد مع بعض ان احنا بنتناقش نخرج بحاجات مفيده لينا كشعب. حضرتك عارف كويس قوي انا كنت بتصل بحضرتك في حالات كانت بتظهر بيتصلوا بالارقام اللي هي نازله ما كانش في حد بيستجيب، كانوا بيستنجدوا بينا وكنت بتصل بحضرتك نعمل ايه وكنا بنعمل، لكن كانت الحاله اللي عندها كورونا كانت بتزيد سوء نتيجة عدم الإسعاف تروح بسرعة، أو يعني كان لازم في خطوات شديدة علشان يروحوا للحالات دي. ففعلا دي أنا مش هقول قصور، لكن إيه نتيجتها؟ ليه المواطن لما بيحس إن حاجة وبيكلم المسؤول أو الرقم اللي نازل على شاشة التلفزيون ما كانش بيستجيبوا الناس تروح له؟ ليه؟ لا هو وحضرتك احنا اتكلمنا في الموضوع ده في حالات كانت موجودة معايا ولا لا؟ هقول لسعادتك على حاجه بس يا ريت يعني تتفهم اللي هقوله بدون مش انا الناس هي اللي عايزه تتفهم بس بدون يعني مبالغه في الكلام او انحياز لاي حاجه. تمام. في الاول خالص حضرتك تتوقع ايه في كميه الاصابه اللي كانت موجوده من فيروس كورونا؟ تتوقع ايه؟ تتوقع طبعا البلان اللي قلنا عليه وغرفه الطوارئ و105
الاستجابة كانت كويسة مش وحشة، بس العدد كتير، العدد اللي كان الإصابة كتير، فبالتالي المريض المصري أو المريض المواطن الأخوة كلهم كانوا عايزين سرعة استجابة بسرعة مش غير طبيعية. يمكن كان حالة رعب يا دكتور. مش رعب وبس، ده رعب وفزع، لأن أنا بوضح لسيادة اللواء إن بداية الأمر ما كانش حد واخد باله خالص، محدش عارف إيه اللي بيحصل أساسا، فبالتالي هقول لحضرتك أنا من الناس اللي كنت بقف أشوف الاستقبال عامل إزاي. لا، العيان عايز يدخل تعمل له كل حاجة بسرعة، طب العدد اللي داخل، طب كمية الأطباء اللي اتصابت من إيه، من كمية البيشنت كانت جاية مش طبيعية. لما تخش حضرتك تلاقي سي مثلا في 13 14 دكتور قاعد، وداخل لك مثلا 500 واحد، عايزه تعملي ايه حضرتك؟ تعالي نعمل بقى ده كله بقى زي ما اسات اللي هو قال في الاتصال ب 105. طب ما هو برده كتر خيره بيعمل كومبيت للعدد على قد ما يقدر. عارف يا دكتور المشكله يمكن ان ده مش ظاهر للناس، فكل واحد فاكر نفسه حاله فرديه، ان انا بس اللي تعبان والمفروض يهتموا بيا والمفروض مش واخدين بالهم ان انتوا اللي جبتوا ده وانتوا اللي سامحين بالتجمعات والكلام. الدوله هتعمل ايه؟ تعليق برضو اتفضلي يا دكتور، ان هو اصلا الدخول مستشفى العزل ده مش اصلا قرار سهل ولا على الطبيب ولا على المستشفيات، لسبب، لان لو العيان ده فيه نسبه غلط ان هو مش مريض كورونا ودخل العزل يبقى هو خلاص هياخد المرض، ده عدم ادراك، وفي نفس الوقت ده عدم ادراك من فكان بيبقى لا هو كان بيبقى البروسيس او الخطوات اللي لازم تتبع علشان تقبلي المريض جوه مستشفى العزل، عارفه ده بيعصب المريض، لا انا مش انا هعمل مسحه لسه، هو انتم مش هتاخدوا المريض زي ما هو كده، لا هو الموضوع ان احنا لازم نعمل مسحه، لازم نعمل تحاليل ونتاكد قبل ما ندخل ده مستشفى العزل. شوف الدكتوره قالت لمؤاخذه نتلافاها ازاي؟ هقول لسعاده اللواء حاجه، دلوقتي الدكتوره قالت كلام طبعا بيرفكت، لا كلام بيرفكت. اللي حصل ايه؟ اللي حصل كان اي حد ساعد الجائحه يحس باي فيفر حراره الحق اروح الحميات بسرعه، ده خلى في تكدس مش طبيعي. لكن زي ما قالت الدكتوره يجي الدكتور يكتب حتى تريتمنت كمان بيساعد على ايه؟ ده بيساعد على انتشار طب الفيروس. انا شاكك في الحاجه مش واخد باله يعني، ما احنا من ضمن اللي احنا قاعدينه هنا ان انا عايزين حضراتكم كاطباء تقولوا امتى لما يبدا المواطن يحس بشك ان هو فعلا كورونا، يعني علشان ما يبقاش 500 واحد زي ما حضرتك قلت، يبقوا 300، يبقوا 200، يبقوا 150، يروح فعلا امتى؟ هقول لك اتفضل. طب قول لنا يا دكتور، قول لنا يا دكتور. انا كنت ببقى حاسه كمدير طوارئ في الفتره دي ان اهم حاجه بالنسبه لي لكل المستشفيات اللي موجوده في مصر في انحاء مصر كلها تكون فيها في الطوارئ حجره فرز، والحجره الفرز دي هي اللي هناخد منها المرضى اللي هنتاكد ان هم فعلا عندهم كورونا، وهم دول اللي يتحولوا على المستشفيات بتاعه العزل. كلام حضرتك ممتاز، لا انا عايز اعرف، ما هو ده عشان توزع بس يا ست. طيب. اللي هو برضه ايه عايزينك بس مداخله من ام محمد، من ام محمد من بورسعيد. اهلا اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، عليكم السلام. لو سمحت يا فندم انا رحت دلوقتي مستشفى عندنا في بورسعيد الظهور، محدش استعنى بيا خالص لان معايا طفله بترضع وخفت يكون عنده كورونا، محدش سال عني، فقلت لهم اكشفوا لي واعملوا لي تحاليل ولا اشعه، ما حدش سال عني خالص. قالوا لي انا عيني، انا كنت في خطوبه، كنت في خطوبه مستشفى في حضرتك مستشفى الزهور. مستشفى الزهور، ايوه مستشفى الزهور، ما بتعملش حاجه الزهور في بورسعيد صح كده؟ حاضر. حاضر. احنا طبعا الف سلام عليكي، الف سلام، ان شاء الله تكوني مطمنه عليه. الف سلام. واحنا هنبلغ فعلا هنبلغ المسؤولين، ومش كلام بنقوله، احنا فعلا بعد ما نخلص البرنامج هنبلغ المسؤولين. وسيبي بس عليك تليفونك هنا في الكنترول واحنا هنتصل بحضرتك. هو طبعا انا مع الدكتور طبعا شيرين، ان مع الدكتور طبعا شيرين، المفروض ان احنا فعلا يكون في غرفه الاول عزل، نشوف الناس او نفرز الناس، ما ممكن حد يكون درجه حرارته بس مرتفعه، حد زوره بس وجعه حاجه بسيطه، هل ده كان بيحصل يا دكتور ولا الناس ما كانتش متقبله بقى الفكره؟ كان الاول الحمل كله على مستشفيات الحميات وعلى مستشفيات وزاره الصحه، وعشان كده هم يا حرام تكدس عندهم المرضى بصوره رهيبه، وكان عليهم حمل جامد جدا على التليفونات وعلى مستشفيات وكلام حضرتك صح، لأن مستشفيات الحميات عندهم كانت رهيبه. انا فعلا كنت بكلم الدكتور ماهر على حاله او حاجه من اللي موجودين عندنا، كان يقول لي ما عنديش، يقول لي كله كومبليت. طب هل يا دكتور زي ما دكتور شيرين قال، معلش انا اسفه يعني مقاطعه حد، فعلا في غرفه زي ما دكتور شيرين قالت كده كانت تحل المشكله شويه؟ غرفه؟ طبعا من اول يوم ان احنا نفرز الناس. هقول لحضرتك بس، بص بقى التكنيك كان ماشي ازاي.
اول حاجه احنا قاعدين طبعا نتعلم من حضرتك التوجيه الهادم طبعا عارفه اول يعني حاجه ايه ده الكلام للناس لما تحس بحاجه اعمل ايه. بص يا سيدي دلوقتي في علامات بتبقى بسيطه خالص ايوه ودي علامات بنعملها عزل منزلي وسهل قوي البروتوكول بتاعها معروف. يا ريت المريض يتجه لاي طبيب جنبه خلاص الدنيا اتعرفت كويس جدا بيخاف يا فندم. لا طبيب مش ما هو دي بقى النقطه اللي انا عايز اكلمك فيها. في اطباء في عياداتهم لما بيقول للي قاعد بيقطع التذاكر او قاعد كده انا جاي عشان اكشف انا شاك ان عندي كورونا بيمشوه. طب يعمل ايه هو كمواطن عشان يعرف انا دي مبادئ كورونا عندي اروح فين؟ لا بص حضرتك هو قصدي الشعب اللي هو العلامات المصري. طيب العلامات اللي حضرتك قلت عليها هقول لحضرتك الشعب المصري ده شعب الله اكبر زكي. عليه يعني ذكي زي ما الهانم قالت. لكن في قصه عايز اقول لحضرتك عليها. دلوقتي احنا من خلال البرنامج بتاع سعادتك لازم نتفهم الامور ماشيه ازاي. اول حاجه في علامات بسيطه خالص وعلامات متوسطه وعلامات شديده. العلامات البسيطه اقعد في بيتك وظبط نفسك وهقول لك امتى تروح للدكتور. العلامات البسيطه اللي هو عباره عن فيفر حراره وشويه صداع فقد في حاسه الشم او التذوق وجسم مكسر. يا اخي قلنا لك 100,000 مره في يعني كذا ثلاث حاجات لغايه دلوقتي حراره التذوق والشم والالم حاده في الجسم والالم حاده في الجسم. هقول لك انا بقى امتى تروح للمستشفى وامتى تقعد في بيتك وتلم القصه. تروح للمستشفى امتى وتلم نفسك امتى؟ تلم نفسك لما تاخد البروتوكول اللي احنا قايلين عليه اللي هو الانتي بايوتكس المعروف والانتي بايوتكس المعروف ضد الحراره وفيتامين سي وزنك واقعد في البيت ريست كامل بس بشرط. والشرط ده مهم قوي. اتم العزل وهعتبر نفسي عندي كورونا. انا بقول لك كده حتى للمرضى اللي عندي بس انا بعزل نفسي. انا بقول للمرضى اللي عندي يا جماعه اي حد يجي له نزل اعتبر نفسك كورونا انتيل بروفيد اذروايز حتى يثبت عكس هذا. ايه بقى الموضوع؟ هفضل ماشي بالتكنيك دوت في سي اسبوع. طب الحاله بتتدهور. يعني ايه بتتدهور؟ الم حاده ابتديت اكح جامد نهجان الم في صدري جامد. لا اتجه بقى لمين؟ للدكتور وخاصه دكتور يعني المستشفى الحميات او المستشفيات اللي هي التعليميه زي مستشفى الاصل يعني. القصه كلها ماشيه ازاي بقى؟ المريض ساعات بيتهاون ويقول لك لا دي نازله برد انا خايف اروح زي ما مصطفى بيقال خايف اروح للدكتور كذا لحسن يكون عنده كورونا يجي لي كورونا والدكتور هو اللي خايف منه مش هو اللي خايف من الدكتور. فالقصه ده اللي بيحصل دلوقتي وده اللي بيحصل ده اللي بيحصل. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ انت تتجه للطبيب لما كل العلامات اللي انا قلت عليها دي وخاصه العلامات بتاع جهاز الهضم الاسهال مستمر بيبقى وتري كده نازل وعلى طول دايركت تاني للجهاز الهضمي في الموجة الثانية زاد الايام دي الموجة جي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي بيبقى فيه دايريه كتير وكحه مستمره والام حاده ونهجان. في الحاله معلش دي معلش يا دكتور عشان بس الـ 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 الناس المواطنين البسطاء اللي بيسمعونا يعني الام حاده واسهال وايه تاني؟ والام حاده وصعوبه في التنفس اللي هي الاعراض التنفسيه. طب انا عايز اقول لك بقى على حته مهمه قوي. تمام. في واحد بقى عنده احنا بنسميها في الطب هيسس يعني ايه عنده شك كده وحاجه مش مظبوطه شويه. انا بنصحه عشان تروق نفسك شويه اعمل تحاليل مبدئيه رغم انا مش مقتنع بيها في 100% لان في حاجات بتبقى جينست بمعنى ان ممكن صوره الدم تطلع كويس وهو عنده كورونا. اعمل صوره دم عاديه وسي ار بي واس جي بي تي واس جي او تي. زي ما قالت الهانم دلوقتي سي تي امتى لما يحصل فيه اعراض تنفسيه. احسن حاجه بتبين في الاعراض التنفسيه السي تي اللي هو سي فندم سي تي اشعه مقطعيه دي بجد هي اللي بتحط ما هو برضو احنا عايزين عشان احنا من الشعب للشعب. ما انا مش هقول لمواطن بسيط روح اعمل اشعه مقطعيه هيعملها فين؟ لا في اماكن متوفره ده بقى اللي احنا عايزين نوضحه. في اماكن متوفره اماكن الاشعه دلوقتي فيها سي تي وفي طبعا اماكن اشعه بمختلف يعني ده مجرد انه يشك ولا بمجرد ان هو عنده فعلا لا ما هو لو في اي اعراض مشكوك فيه ان هو كورونا وانه بدا يبقى حاسس بعدم ارتياح او ان صدره مش مرتاح في النفس بتاعه انا بفضل ان اول حاجه تتعمل هي السي تي. هل ده يا دكتوره بسبب حضرتك كنت ماسكه مسؤوله الطوارئ في القصر العيني؟ لا بيتم بكل بيتم هو ده اللي انا عايزه ادخل لحضرتك هل يتم يعني انت بمجرد ما انت شاكه في الحالات اللي قدامك فعلا هتعملي لهم المقطعيه وتعملي بالنسبه لنا كنا بنعمل كده لو فعلا لو شكتي الحاله قوي حضرتك لا احنا كنا الحالات اللي بنشك من الاول باعراض حتى ما فيهاش اعراض تنفسيه ولكن بدات الاعراض دي تكون ماشيه مع ان هي المريض ده ممكن يكون كورونا كنا بنعمل على طول اشعه مقطعيه وكنا بنعمل التحاليل ولكن من الملاحظات اللي احنا لاحظناها
ان يمكن الاشعه المقطعيه التغيرات اللي بتبقى على الرئه بتكون بدري عن التحاليل. التحاليل زي ما يكون كده الجسم بيبقى عارفه تعود عليها، لا بيبقى ثابت او يعني ماسك نفسه الفتره قبل ما تبتدي التحاليل دي تعلى او يبان فيها التغيرات بتاعه المرض. نسمع شكوه المواطن ده الاستاذ سالم من كفر دوار. ازيك يا استاذ اللي هو عامل ايه يا حبيبي؟ الله يخليك، اتفضل يا فندم استاذ سالم. الله يسرها معاك يا حبيبي. والله انا رحت، انا شغال موظف في شركه غزل كفر الدوار، رحت عملت منظار في مستشفى شرق المدينه في اسكندريه في سيدي بشر. تمام. منظار على القولون. الدكتور قطع لي القولون، قطع لي القولون وخرم الامعاء ودخل على الطحان، وهو استشاري المناظير اسمه دكتور محمود. لا يعني شرفتني يا استاذ سالم. لا احنا ما قطعناش الخط، والخط فصل منه. سوى الموضوع بعيد شويه عن كورونا، والف سلامه طبعا على حضرتك. سلامه وان شاء الله لو في اتصال ثاني يعني. دكتور شيرين معلش انا حابه يعني اذكرك بحاجه هي مضايقاني انا شخصيا. تمام؟ حضرتك زوجة شهيد طبيب دكتور هشام. وحضرتك ربنا يا رب يرحمه. شهيد طبعا، اول طبيب شهيد. ربنا طبعا يرحمه يا رب ويغفر له، وهو شهيد فعلا يعني الحمد لله وطبعا والشكر لله على كل حال. وحضرتك كمان مريتي بالفتره ديت كمان، يعني تجربتك ايه؟ انا مش عايزه افكرك بيها والله، بس انا لازم اتكلم برضو عنها. بصي هي فتره صعبه جدا، لانه يعني احنا مرينا بمرحله انه الاستعداد للجائحه. كنا شايفين الكلام ده كاطباء بدري شويه عن يعني عن الشعب العادي، فكنا عاملين اوريدي عزل جوه بيوتنا وعاملين عزل في المستشفيات، وكان يعني يمكن الناس كلها خدت اجازات وقعدت في البيت. احنا كنا بنشتغل وكنا بننزل وكنا بنقعد لخمسة وستة وسبعة وعاملين لجان ازاي هنعمل استعدادات جوه المستشفيات الجامعية اللي طبعا كانت لازم هتبتدي فيها الاستقبال للحالات بعد وزارة الصحة ومستشفيات الحميات اللي بدأنا بيها، او هما كانوا في الاول ولاحق بيها كل المستشفيات الجامعيه. فهي الفكره كلها انها كانت مرحله صعبه، لان انت بتواجهي حاجه انت مش شايفاها ومش عارفه عنها معلومات خالص، عنها حاجه مجهوله لسه. والحقيقه يعني انا وجوزي الحمد لله يعني انا اسفه والله يا دكتور، بس يعني الحمد لله يعني دكتور هشام حقه علينا على الاقل يعني. وكيل كليه طب القصر العيني، وكان في اللجنه او رئيس لجنه للاستعدادات اللي هتقوم بيها المستشفيات الجامعيه كلها للجائحه دي، وازاي ان احنا هنعمل يعني. فكان بيبص على كل الاجراءات والحاجات الاحترازيه اللي كانت بتتعمل جوه الرعايات وجوه المستشفيات، من اول معهد الاورام للقصر العيني الفرنساوي للمستشفيات للاماكن اللي موجوده جوه القصر العيني نفسه. وبعدها عي في نفس التوقيت اللي انا عييت فيه برضو، لان احنا الاثنين يا دكتور ان هو تعبان. لا هو 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 ما لحقش. احنا بصي احنا كنا بنشتغل بشغف شديد لدرجه ان احنا ما حسيناش في تواصل. انا مش هقطع حضرتك، بس هو ده السؤال اللي كان بيدور في ذهن الناس وقت استشهاد الدكتور هشام الله يرحمه. ان ازاي انا كطبيب ما حسيتش ان انا عندي. لا هو الفكره كلها ان هو اتعرض لفيرال لود، احنا بنسميه فيرال لود، اتعرض لكميه فيروسز كبيره جدا، لانه دخل في كل الاماكن اللي هو يعني مستنقعات للفيروس عشان يشوف الحاجه بنفسه والاجراءات بتنفذ ولا لا، او بتتنفذ على احسن وجه ولا لا، وما رضيش ان هي تبقى بمجرد تقارير ترفع اليه من اللي موجودين. هو حضر وبص على الحاجه بنفسه. انا في نفس التوقيت ده كنت في الطوارئ بتاعت القصر العيني، وكان بيدخل لنا الحالات اللي انا كنت بقول لك دلوقتي، ان احنا كنا عاملين غرفه للفرز. غرفه فرز دي المفروض ان احنا بنشوف اذا كانت الحالات دي كورونا هندخلها هنا ولا هنحولها على الحميات، وحالات تانية هندخلها، لان كان في حالات بتتظلم ان هي لا تقبل جوه المستشفى خوفا من انها تكون كورونا، وهي حالات مثلا قلب او مشاكل في الصدر ملهاش علاقه بالكورونا. وبرضو عينا سبحان الله ربنا اراد ان احنا الاثنين عينا في نفس التوقيت، برغم ان احنا كنا عاملين عزل حتى في البيت، كل واحد فينا كان في غرفه
وكنا بعيد عن عيالنا شهر قبل ما نعيا. يعني هي كانت تجربه قاسيه جدا في نفس التوقيت ده حضرتك اصبتي؟ اصبت في نفس التوقيت. هو او هشام تعب قبليه بيوم او يومين، هو بدا سخونيه ويدوبك بدا علاج زي ما دكتور ماهر قال كده، بدا مع نفسه كطبيب ان هو بقى يبتدي ياخد العلاج والحاجه. يومين بالظبط، ثالث يوم كان النفس وحش قوي، حاولت الحقه طبعا وخدته جري وعملت سي تي. يعني هو لكن سؤال هو سؤال حضرتك مش للمواطنين، سؤالي لحضرتك للاطباء، تنصحيهم بايه اللي هما بيحتكوا بكده؟ الاطباء انصحهم اول حاجه بالصبر. انا شايف ان السؤال صعب. يعني اول نصيحه هقول لهم ان هما يصبروا، لانه ده ابتلاء من ربنا والله لينا جميعا، لان هو حاجه صعبه هذا الوباء. لان فعلا يرفع، انا مش شايفه نصيحه ليهم فعلا غير انهم فعلا. النصيحه الثانيه ان هم على قد ما يقدروا يحاولوا ياخدوا كل الاجراءات الاحترازيه وما يتهاونوش في الموضوع، ما يحاولوا يحسنوا من المناعه بتاعتهم على قد ما يقدروا، بان هم يبقى اكلهم صحي، ما يشربوش سجاير، ما يعملوش العادات السيئه اللي بتبوظ من فوق لتحت. ويعني حاجه بصراحه الواحد ما يتقبلهاش. يهتموا بالتغذيه بتاعتهم. كلام الاستاذه نور، هنستاذنكم طب نشوف الفيديو اللي موجود عندكم كده من ضمن الاجراءات اللي كانت بتتم واللي المجتمعات المدنيه كانت بتعملها مع المسؤولين. نشوف الفيديو والساده الاطباء يعلقون عليهم. يلا مكانك، يلا يا روح. ايه ده؟ ايدك الثانية لف، يلا لف، يلا روح مكانك. لفي مكانك، ايدك يا روحي. لفي لفي مكانك. لفي مكانك. لفي مكانك. دكتور ماهر، يعني طبعا بعد اذنك. لا لا اتفضل. دكتور ماهر، حضرتك شفت الفيديو اللي جات وهنشوف لسه صور تانية موجودة. هل الإجراءات اللي تمت دي في دور الحضانة وفي المدارس، رغم ان كان يعني كان في أجازة وقتها وكان في غلق تام للمدارس، لكن المدارس بدأت السنة دي او في الموجة دي اللي احنا جاية بدأت هذه الإجراءات، وفي اجراءات تانية مثلا زي اللي موجوده اهو، بتوزع ماسكات في الشوارع، بنوزع رش في الشوارع، بنرش الشوارع، هل الاجراءات دي تكفي للموجه الثانيه؟ بص حضرتك، احنا دلوقتي خلينا نكون متفاهمين الموقف كويس. تمام. قدامك ايه؟ قدامك ايه تعمله ضد فيروس غير معلوم اللي احنا بنعمله ده. وانا بقول دايما كده عباره ملوش كتالوج. انت قدامك ايه؟ هو اللي احنا بنعمله بالظبط، هو ده اللي هنعمله، وخاصه داخلين على فصل الشتاء بنحب احنا نقفل قوي، وده غلط جدا. هنمنع بقى الكلام ده السنه دي. يعني نفتح؟ نفتح. طب يا دكتور، بمعنى الكفايات ايه؟ هقول لحضرتك اولا ان استخدام التكييف ده مش صح. تاني حاجه المراوح برده مش صح، مش في الشتاء بس، يعني بكلمك بصفه عامه يعني. تالت حاجه غلق الاماكن والحاجات اللي بيحصل فيها تهويه في البيت ده غلط. ليه بقى؟ المشكله مش في مشكله برده فصل الشتاء ونشاط الفيروس،
وده شفناه في الدول الاوروبيه عشان المناخ بتاعها مش مناسب والرطوبه نفسها قل شويه، ده كله بينشط الفيروس. مع غلق الاماكن وتواجد بصوره مستمره مغلقه ده شيء مش كويس خالص وبيساعد على انتشار الفيروس. احنا مش قدامنا الا اللي بنشوفه ده، ايه هو؟ كمامات والتباعد والتهويه. هقول تاني كمامات، تباعد، تهويه، استخدام الكحولات. الكحول طبعا ده وغسل الايد بالصابون، هو مش هيكلفنا حاجه كتير، لكن غير كده الموضوع مش هيبقى كويس خالص. تاني حاجه لازم بس قبل ما انسى، انا ملاحظ كده شويه ان المقاهي زادت قوي. هقولها لك، ده دي اللي جاي، انا كنت لسه ببص اهو. لسه في حاجات كتيره جدا. يعني نسمع، نكمل نسمع الاستاذه شروق من البحيره. استاذه شروق، الو الو. أيوة استاذه شروق. عليكم السلام يا فندم، اتفضلي. ايوه يا فندم انا معاكم. اهلا وسهلا، اتفضلي. انا مبسوطه جدا ان انا بتواصل معاكم. اهلا اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي تحت امرك. لو سمحتي انا مصابه بكورونا مؤخرا، يعني الف سلام عليك. طب اطفي التلفزيون بعد اذنك او وطي الصوت يا استاذ. يا ريت توطي. يا ريت. ايه السؤال بقى بتاع حضرتك؟ حاضر اهو. السؤال عايز اعرف، هل شرب اللبن مضر بالكورونا؟ بيزود اي حاجه يعني، حساسيه، كحه، ضيق تنفس كده؟ في سؤال تاني يا استاذ شروق. ايه الاغذيه المفروض نتبعها لفيروس الكورونا؟ بنشكرك استاذه، وهيرد الدكتور علينا. اتفضلي. لا طبعا اللبن مش من الحاجات الممنوعه في الكورونا، وهو اصلا احنا يعني اللبن ممنوع للكورونا؟ لا لا مش ممنوع. مش ممنوع. هو مفيش. طب ايه بقى حضرتك اللي ممنوع عشان تعرفي؟ هو مفيش اغذيه ممنوعه. هو المشكله ان في الكورونا هم بيبقى الواحد نفسه مسدوده خالص وما بيبقاش عنده شهيه للاكل، فهو المفروض انه ياكل اكل خفيف وحاجات تحسن المناعه. حاجات تحسن المناعه بقى فيها بروتين عالي زي الشوربه بالفراخ او باللحمه، مش لازم حاجات تبقى فيها سبايسز عاليه او بهارات عاليه عشان ما تتعبش المعده، لان المعده اوريدي بتبقى تعبانه. لكن انا محتاجه ان انا اكل خضروات كتير، فاكهه كتير، اللبن من البروتين اللي هو الجسم بيبقى محتاجه، حاجات فيها فيتامينز موجوده في الخضروات والفاكهه بالذات للاطفال طبعا، بالذات للاطفال طبعاً. العسل، حبه البركه، الحاجات اللي فيها فيتامين سي زي الجوافه والبرتقال والليمون، دي كلها اغذيه مهمه لرفع مناعة الإنسان. والبروكلي والأرنبيت والكرومد والخرشوف، دي حاجات بتزود مناعة الجسم، بتحفز الجهاز المناعي في الجسم، فدي حاجة مهمة قوي إن الإنسان يبقى مهتم. غير إن لازم يبقى بيشرب سوائل كتير زي اليانسون والمية والنعناع وسوائل دافية، ويبقى جود هايدريشن، يعني يشرب مية كتير في الفترة دي علشان الجفاف بيؤدي لزيادة الفيروس. طب نعمل ايه؟ دكتورة شيرين معلش. لا اتفضل. دكتورة شيرين، عشان بس المواطنة اللي كانت بتسألنا اللي هي الأستاذة شروق، هي كانت بتتكلم على اللبن بس أو الشرب. حضرتك جاوبتيها على كل حاجة، لكن احنا عايزين برضو نقول لها، احنا مش عارفين، ما كملتش المكالمة معانا، مش عارفين هل هي متبعة الإجراءات الاحترازية ولا لأ، فحضرتك برضو قولي لها ايه اللي هي استكمالا لكلام حضرتك تكمله علشان ربنا يشفيها. الاهم حاجه انه الماسك طبعا، دي حاجه مهمه جدا. هي مريضه. ايوه المريض ده لازم، بالعكس ده هو المريض بيبقى مغطي بماسك لما بالذات بيبقى فيه يعني اي كونتاكت مع اي بني ادم، لانه هو انه بيطلع الفيروس منه ويتنقل لغيره ده اكتر. فهو المفروض ان هي تبقى مغطيه، ان هي تبقى لوحدها في اوضه لفتره، حتى لو هي جوه بيتها ما تبقاش في اختلاط بالموجودين جوه البيت. مفيش اختلاط ولا عزل؟ لا كومبليت عزل خالص. يعني هو ما بيبقاش فيه، يعني ده ما بيبقاش فيه خلط، يعني حتى اللي بيجيب لها الاكل او الشرب. انا اعرف صديق ليا طبيب كان عازل نفسه تماما. اما هو عزل كان بيرد على التليفون بالعافيه. ايوه هو عزل فعلا، بتبقى في اوضه لوحدها، وحتى لو اكل او شرب بيتحط على باب الاوضه هي تاخده، مش شرط ان انا ابقى جدا. او التجربه يا دكتور، بصي هي التجربه اليمه،
لانه هي تجربه اليمه، لانه ده يمكن من الامراض القليله اللي هو لما يصاب بيه الانسان بيبقى فيه لوحده تماما، ودي يمكن التروما النفسيه يعني اللي حصلت لي ايام العزل يمكن كانت أسوأ من المرض نفسه، لانه بتبقى محتاج ان حد يطبطب عليك، حد يبتسم لك، حد يديك الدواء والاكل في ايدك، لكن فكره ان انت بتاخدي الحاجه من على الباب وتحس باحساس وحش كده اللي هو كانك يعني يا دكتور حضرتك بتتكلمي والله صعب. انا فعلا اتضايقت جدا، يعني فعلا احساس صعب ان حد قاعد في اوضته مقفول عليه مش عارف حتى يشوف اهله اللي بره، مش قادر يتعامل معاهم، فما بالك يعني بقى هو ده يا استاذه نور كان من سبب اختيارنا سواء للدكتور ماهر او الدكتوره شيرين، ان هو كطبيب وكمصاب الاثنين كانوا اطباء وكانوا مصابين. وطبعا انا مش عايز اقول لك لما كنت بكلم الدكتور ماهر في اثناء فتره العزل، يعني انا فاكر جمله كويس قوي قالها لي، قال لي انا حسيت بمعاناه المريض كمريض مش كطبيب. ايوه حسيت. يعني دي جمله دي قالها لي وانا كنت بطمن عليه لما بكلمه في التليفون. يا رب ما حدش يحس ابدا يا رب. بس في حته بقى دكتوره رشا قالتها، بس عايز اضيف بس حاجه صغيره عليه، مش شرط يكون العيان المريض باين عليه علامات الكورونا، بمعنى شرط. لا مش شرط. طب انهي اخطر بقى؟ الثانيه اللي معلوش علامات بالظبط. ده اللي بقى اللي بضيف على نشوه دكتوره شيرين هانم، ان بضيف حته مهمه قوي، العيان السليم هو اللي بالنسبه لي اخطر. يعرف ازاي هو يعرف وهو ازاي وهو ده اللي بنقوله خلي بالك البس يعرف المرض. ازاي يا دكتور؟ اقول لك انا في مشاكل كثيره قوي بتحصل دلوقتي، ان بيكون مثلا زي ما دكتوره قالت، ان يكون مثلا كونتاكت مع واحد مصاب غالبا ممكن اخدها. طيب انا هقعد كل البص، انا عندي راي، كل اللي ما هو محيط بمصاب يعتبر نفسه عنده كورونا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا خايف اكون عندي كورونا ومقاومتي كويسه الشكل العام، ولا في حراره ولا صداع ولا الام في الصدر ولا الام في البطن ولا اي حاجه، بس انا عندي كورونا. احنا كده وصلنا ان الكورونا خبيثه. بالظبط كده. ما انا بقول لك ده مالهاش كتالوج. القصه كلها الراجل ده بقى والمريض ده تخاف منه. هتقول لي طب هنعرف ازاي؟ اعرفه ازاي؟ بالظبط. ممكن يجي السيمتومز كلها في يوم، يقول لك انا على فكره سخنت شويه وجسمي كسر وحسيت ان زوري وجعني، بس تاني يوم بقيت زي الفل. لا يا باشا، ممكن تكون كورونا. طب انا مش عايز اعمل لك ولا تحاليل ولا سونارات ولا سي تي ولا اكلفك، لان كله عباره عن تكلفه ممكن الحاله الماديه ما تسمحش. لا، اعزل نفسك زي ما الهانم قالت، اعزل نفسك 10 ايام ل 14 يوم. بمجرد ان هو لقى نفسه في يوم تعبان وجسمه مكسر وتاني يوم بقى خالص، او كان مخالط لحد زي ما الهانم قالت لحد طلع له. لكن انا عايز يعني يا دكتور بيحصل له لمده يوم واحد؟ اصبري بس اسمعي. عايز اقول بقى حته مهمه قوي. المريض ده يخلي باله ان انا مش مشكلتي فيا، انا راجل شباب وبلعب جيم وزي الفل وعندي كورونا. الخيبه كلها في الناس اللي عندها ريسك فاكتور، الناس الديابيتس، الهايبرتنشن، يعني اللي عندها سكر، اللي عندها ضغط، اللي عندها اوتوميون ديزيز، اللي عندها روماتويد، كبار السن. انا بدول اللي بيموتوا مني، هم دول اللي عندهم ريسك فاكتور، هم دول اللي بيخشوا في مضاعفات بسرعه، ما بيستحملوش. فبالتالي زي ما الهانم قال دول انا بقى مين اللي عامل له كنترول من اولها؟ رد على لا، اللي عنده وتشكك فيه. حتى لو عندك يوم حراره، عشان كده اي حد بيجي لي عياده اقول له انت عندك ايه؟ يقول لي عندي حراره وكذا بس بيت زي الفل. اقول له يا حبيبي اقعد 14 يوم عزل عن مامتك ومش عارف ايه والكلام ده كله. فدي حته مهمه جدا لازم الكل يعرفها. معانا محمد من المنيا. استاذه نور، معانا محمد من المنيا، قبل وقتنا ما يسال. اتفضل استاذ محمد. اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا بطلب منكم توجهوا رساله للسيد المحافظ المنيا بمنع المقاهي تماما حتى نخرج. احنا هنتكلم فيها دلوقتي حالا، هنتكلم فيها لان دي اجراءات دوله واجراءات يعني كل محافظ هو رئيس لدولته او محافظته داخل الدوله، وطبقا للاجراءات اللي هو شايفها لصالح المحافظه بيعملها وبيتبعها. دكتور ماهر، بصدق كمواطن وحضرتك كمواطن، بمجرد ما الدنيا بعد الموجه الاولانيه ما بدات تهدى، بدات الامور ترجع قبل كورونا، تجمعات الافراح زي ما قال الاخ اللي كان بيتكلم من المنيا، المقاهي بدات ترجع تاني زي ما كانت، رغم ان في تعليمات ملزمه لاجراءات احترازيه اللي احنا طبعا كشعب وانت عارف خلاص بقينا مطمنين. هل مطلوبه
الاجراءات ترجع. ده للناس، في بعض ناس كتيره بتطالب بيها ان يقول لك نعمل حظر. طب ما لما نعمل حظر الفترات اللي ما فيهاش حظر فيها تقارب. طيب المدارس، ما احنا لما شلنا المدارس الناس اشتكت، نعمل ايه؟ هقول لساعتك دلوقتي. القصه دلوقتي كلنا عارفينها كويس قوي، وازاي نعمل عليها كنترول. بس ربع ساعه القصه كلها معروفه، وازاي نعمل عليها كنترول دي يعني خلاص ما فيش كلام فيها. البرامج بتاعتكم اللي بتعملوها دي جميله طبعا، كل يوم تقريبا عن الكورونا. ما فيش حد من المواطنين ما سمعش عن الكورونا والريسك فاكتور بتاعتها والمضاعفات والكلام ده كله. انا مش عايز اقول بقى يستاهل اللي يصاب، لا، لان ممكن يصاب غصب عنه، لكن انا بقول خليك ذكي بقى. احنا خلاص احنا داخلين في 3 اشهر ربنا اعلم بيهم، اللي هو انهي ديسمبر ويناير وفبراير، دول لو عدوا على خير الحمد لله ان شاء الله، وان شاء الله بفضل طاقم الطب بفضل وزاره الصحه وبفضل التوجيهات والبلان الموجوده، اقسم بالله هنبقى زي الفل. جينا بقى خدنا تو باس واي، اللي هو زي ما سعاده اللواء قال، النظام بقى كل واحد عايش مع نفسه يا سيدي، ما خلاص نعمل افراح. الافراح خلاص تمت، وحصل برضو شويه اخطاء كده موجوده عالميه، اللي هي تجمعات، ومش هنتكلم بالاخص ايه اللي حصل، لكن القصه كلها احنا ما زلنا ما بناخدش الدرس كويس، ما بنستفيدش منه كويس. احنا مرينا بفتره، ويمكن يعني انا مشتاق جدا زوج الدكتوره الاستاذ الدكتور هشام طبعا، يعني من الناس اللي هي فعلا يعني الله يرحمه، كان من الناس اللي بذلت مجهود، وحصل سالت كلمه مش عارف خدت بالك سعادتك منها ولا لا، اللي هي الهايبريميا، اللي هي توجه نفسه، عارفه قنابل قدامك حطيت نفسي فيها. وعلى فكره ده حصل معايا انا في العيد الكبير الصغير. دكتور ماهر يعني طبعا احنا طبعا عشان بس في الكنترول بيستعجلونا، لان اخذنا اكتر من وقتنا. موضوع طبعا زي ما سيادتك شايف ان انا والاستاذه نور بنتسابق في الاسئله، رغم ان احنا محضرين انا ما سالتش اي سؤال، حاجات كتير للتحاور معاكم يعني، لان الموضوع مهم وموضوع يهم. فيا ريت بس حضرتك نسال، انا هسال دكتوره نور كلمة حب للشعب المصري توجهيها أو لأي حد توجهيها حضرتك. أول كلمة هوجهها لكل المرضى، لأني كنت واحدة فيهم وحسيتهم، وبتمنى من كل قلبي أن ربنا يقدرني لحد آخر يوم في عمري أن أنا أكون في خدمتهم. والكلمة الحب الكبيرة هتكون لجوزي الله يرحمه، أستاذ الدكتور هشام الساكت، اللي ضحى بحياته من أجل مرضاه يعني والبلدي. دكتور ماهر كلمه حب يا دكتور. والله كلمه حب مش هقدر اقولها الا طبعا للشعب المصري كله، احنا فعلا بنحبكم، ونفسنا يا رب نعدي الثلاث اشهر دول على خير ان شاء الله. وكلمه حب طبعا لزوجتي، لاني استحملت كتير وبالشهر ما كنتش بتشوفني ايام الجائحه يعني. بنشكرك يا دكتور ماهر، ونشكركم اعزائنا المشاهدين على تواجدكم معانا، والموضوع طبعا محتاج وقت كبير جدا، وان شاء الله لو محتاجنا تاني حلقه عن كورونا هنعملها، وان شاء الله ما نحتاجهاش. وبشكر اسره الصحه والجمال على استضافتهم لينا لمناقشه، وبنشكركم، نشكر دكتوره شيرين، دكتور ماهر الجرحي، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني. شكرا ليكم شعب مصر، من الشعب الى الشعب.